فكيف بدولة حكمت بالنار والحديد لمدة 80 سنة وحرم الناس منها من كل شيء؟ كيف تريد طبخ بعض ما التعليقات هنا وهناك؟ كيف يرضى بقواعد غربية تنطلق منها الوحي؟ يا أخي هذا إنسان بلده محتل وهو يقاوم عبر الأدوات السياسية التي أتيحت له. لازم تفهم هكذا، إذا تريد أن تفهم الحقيقة تفهمها بالشكل هذا. يعني أنت الآن بلا هذه في غاية الأهمية. نعم نعم يا دكتور، نعم. هذا الذي أقوله في غاية الأهمية. أنا الآن يا دكتور، أنت ولا أنا، جت السي آي إيه واختطفتني من بيتي وأخذتني إلى أمريكا ووضعتني في زنزانة. هذا حكمي الآن، أنا في زنزانة في إحدى سجون السرية في أمريكا. بالله هل هناك عاقل الآن يقول لي اتق الله وصلي الجمعة والجماعات في المساجد؟ طبعا لا، أكيد نعم. هل هناك عاقل يقول هذا الكلام؟ صحيح، لا. كثير من الأحكام الشرعية ستسقط عني لأني عاجز، لأني عاجز لا أستطيع. هذا الذي في تركيا اليوم أشد من الذي مسجون في السي آي إيه. حتى عقلية الناس هي سجن في ذاتها، عقلية الناس. نعم. الناس بعيدة لا تتصور. نعم 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 دكتور، معك. أفكار الناس وعقائدهم، حتى الذين يصلون ما زالوا بعاد جدا عن الإسلام الذي تتفكر فيه وتريدهم أنت أن يأتوك إليك. أنت جالس هكذا تقول لماذا يتيح الخمرات، ولماذا يتيح الزنا والعياذ بالله، ولماذا القاعدة الفلانية في بيتي. أنت هذا الكلام الذي تقوله كمن تقول له انظر هذا السجين هنا لا يصلي الجمعة، لم نراه في جمعة، ولم يصلي معنا جماعة اليوم، ولم يعني يتصدق، ولم يبذل الزكاة، ولم يجاهد، ولم يفعل كذا. هكذا والله مثلها بالضبط. أيقول هذا عاقل؟ لا بالله، يقول هذا عاقل. ما زلنا نسمع وهناك منظرين جهاديين وغير جهاديين وسلفيين ينظرون يوم وغدا وأمس وأول أمس، انظر الخمرات، انظر القواعد، انظر مش عارف شنو، انظر كذا.